الفقرة هي سجدة اعتراف بين يدي الجليل، نفتتح بها آفاق السماء. نحتاج أن نزيل هذه الشوائب، خففوا الأنوار. بارك الله فيكم، كل واحد يجهز مكانه. اصبروا لا تسجدون، عندما أقول اسجدوا اسجدوا بهيئة سجدة الشكر، أي لم أعضائك حتى ما تتعب. أيها الأحبة، اللي يتعب يرفع راسه ياخذ راحة لا بأس، واللي يقدر يواصل يواصل. هذه السجدة أيها الأحبة عندما ورد في الروايات أعينونا بكثرة سجودكم أو بطول سجودكم، نعترف بين يدي الله، نزيح كل ما يمنع إجابة الله لنا بهذه السجدة، نزيح كل الحجب. أيها الأحبة، ورد في الروايات عن الأئمة عليهم السلام فيما يخص السجود بين يدي الجليل جل وعلا، يقول: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. قال موسى لربه: يا رب، ماذا تقول للعبد إذا قال يا رب وهو راكع؟ قال: أقول له لبيك عبدي. فقال موسى: وإذا قال يا رب وهو ساجد؟ قال: أقول له لبيك عبدي. قال موسى: ثم إذا قال يا رب وهو ساجد وهو عاصٍ؟ قال: أقول له لبيك 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 اسجد. يا رب 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 يا رب، ونحن بين يديك أمرتنا بالسجود لك. هذه ليلة القدر، لا تخيبنا يا رب جميعا. يا رب 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 يا رب. أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسن، أنت الذي أجمل، أنت الذي أفضل، أنت الذي أكمل، أنت الذي رزق، أنت الذي منحتني كل ذلك يا رب، أنت الذي وفقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أفنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصام، أنت يا رب الذي ستار. الذي أقال أنت الذي
الذي مكا أنت الذي أعزز أنت الذي أعانت أنت الذي عضد أنت الذي أيات أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذي أكرم أنت 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 يا رام تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا. ثم ما حالي أنا يا رام كيف قابلتك بما أعطيتني أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي أنا الذي أسأت أنا الذي أخطأت أنا الذي همام أنا الذي جهل أنا الذي غفال أنا الذي سهوت أنا الذي اعتمد أنا الذي تعمد أنا الذي وعدت وأنا الذي أخلفت أنا الذي نكث أنا الذي أقررت أنا الذي اعترفت بنعمتك علي العاف والعاف والعاف العاف والعاف والعاف العاف. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فمرعوات وسترت علي فما استحيات وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينيك فما باليت العاف والعاف والعاف العاف والعاف والعاف إن حرمت رحمة ربي غدا ونفسا إن كنت ممقوتا في أهل السماء ابكي على نفسك وبخ نفسك اندم بين يدي الله ونفسا إن كانت جهنم هي المقيل والمثوى ونفسا لا بد من الموت ووحشة القبر والبلاء ونفسا إن حيل بيني وبين محمد المصطفى وحزنا من تجرع الصديد وضرب المقامع غدا وحزنا أنا الذي أطعتك يا سيدي صباحا ونقضت العهد مساء
وحزنا كلما طلبت التوابين وقفت مع الأشقياء وحزنا كم عاهدت ربي فلم أجد عندي صدقا ولا وفا العاف والعاف والعاف العاف العاف والعاف ارفعوا رؤوسكم ارفعوا رؤوسكم واجلسوا جلسة العبد العابق الذي رجع إلى الله. هذا العبد الذي أخطأ عندما يعود إلى سيده طالبا منه الرحمة. اجلس بين يدي الله جلسة العبد العابق وارفع يديك إلى السماء. إلهي قد مد إليك الخاطئ المذنب يده بحسن ظنه بك. إلهي قد جلس المسيء بين يديك مقرا لك بسوء عمله راجيا منك الصاف عن زلله. إلهي قد رفع إليك الظالم كفيه راجيا لما لديك فلا تخيبه برحمتك من فضلك. إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا ورفع إليك طرفه حذرا راجيا وفاضت عبرته. هنيئا لكم بهذه العبرات وأنتم تجلسون بين يدي الله جلسة العبد الآبق مستغفرا نادما وعزتك وجلالك. اعترف ما أردت بمعصيتي مخالفتك وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف. لكن يا رب سولت لي نفسي وأعانتني على ذلك شقوتي شقوتي وغرني سترك المرخى علي فمن الآيان من عذابك من يستنقذني وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. فيا سوءتا من الوقوف بين يديك غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط. ربي ويلي كلما كبر سني كثرت ذنوبي وإليه كلما طال عمري كثرت معاصي فكم أتوب وكم أعود. أما آن لي أن أستحي من ربي
اللهم بحق محمد وآل محمد، مد يديك إلى الله إلى رحمته، اغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين. ولماذا لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي. أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري. يقول الإمام الباقر: من بكى في الدنيا من مخافة الله آمنه الله في الآخرة. أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروج من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقل على ظهري. أنظر مرة عن يميني في حالة حيرة وذهول، وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، وجوه يومئذ مسفرة، الله الله، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة. عاود السجود لنرفع حوائجنا إلى الله عز وجل. وإن هذه الدموع أيها الأحبة مرحومة، هذه الدموع مرحومة أيها الأحبة. يا رب يا رب يا رب، هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام المستجير بك من النار، هذا مقام المستغيث بك من النار. الله الله، حي الله هذه الدموع. هذا مقام الهارب إليك من النار، هذا مقام من يبوء لك بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه، هذا مقام البائس الفقير. قلب وجهك على التراب وخديك وأنت تقرأ معي، ضع خدك الأيمن والأيسر وجبهتك وأنت تقرأ معي: لا تحرق وجهي بالنار بعد سجودي لك، لا تحرق وجهي بالنار بعد سجودي لك، إلهي لا تحرق وجهي بالنار بعد سجودي لك، وتعفيري بغير من مني عليك. اطلب حاجتك أيها المؤمن الآن، الله ناظر إليك، الله سامع شكواك، الله مطلع على ما تريد. اطلبوا حوائجكم، هذا وقت الإجابة، هذا هو السجود بين يدي الجليل وأنت أقرب إلى الله. اطلب حاجتك بينك وبين الله. كل من سألك الدعاء، ادعوا لإمامك صاحب العصر والزمان، شيخنا قائدنا أبا سامي، اجعله في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، اشفي كل مريض، فك كل أسير، إلهي اقضي حوائجنا.
اطلبوا حوائجكم، بثوا شكواكم إلى الله. يا الله يا الله يا الله، بينك وبين الله، الله ناظر إليك، الله سامع شكواك. يقول لك: قل يا عبدي، قل ماذا تريد عبدي؟ أنت ضيفي في هذه الليلة، أطلب عبدي ماذا تريد؟ لبيك. يا الله يا الله يا الله، لا تخيبني إلهي، لا ترجع كفي خالية. إلهي وعدتني أن تجيبني في هذه الليلة، ها أنا بين يديك ساجد. إلهي لا تخيبني هذه الليلة، أنا بين يديك ساجد، وعدتني بالإجابة. يا الله يا الله يا الله يا الله، ارفعوا رؤوسكم، ارفعوا رؤوسكم، وقد استلمتم جوائز الله، ونحن على وعد من الله عز وجل ألا يخيبنا في هذه الليلة، ألا يردنا في هذه الليلة خائبين. إلهي بجاه محمد وآل محمد لا ترجعنا خائبين في هذه الليلة. إلهي بمولانا صاحب العصر والزمان، وبجاه الصلاة على محمد وآل محمد، الآن يتجهز الشباب، الله يجازيهم خير.